السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم صباحي، صباحا يطرد الفقر، وصباحا يوفي الدين. والله مرحبا باللي توليت عليهم البارحة، عاد بحك اللي نشاط نازل، يوم رمس ويوم هدربان، يوم علم ويوم خبر، غير ما الله كتب انه نواصل اليوم الجميل. لكن رب العالمين ان شاء الله كريم، امس واليوم كلهم ايام الله طيبات، ما شيء من ايام الله ابعد، كل زين وكل فنان وكل غاوي وكل خير وكل رزق من الله سبحانه وتعالى. المهم انتم بخير ونحن بخير والعرب بخير وبلادنا بخير ومعازيبنا بخير، والحمد لله هاي الدنيا راتبها محول، لادمي ما ياخذ الا نصيبه. الامراض علومنا اليوم وايده والاخبار اكثر ان شاء الله. السلام عليكم مرة ثانية، بصباح الخير مرة ثالثة. هي نعم ليش لا، يقولون أو أن كثرة السلام يقلل معرفة أو ما أدري شو بعد عندهم الأمور، لكن ما علي منهم، أنا كبوا أسلم أبوي كل دقيقة أو كل لحظة أو كل ثانية وما علي باس. المراد الأمور طيبة وأصبحنا بخير وبعدنا في ريا خير وانت ريا فضل وخير من الله سبحانه وتعالى. مثل ما قلت لكم اليوم شيء كذا موضوع من أهمهن هو عرض طيران الاتحاد، وموضوع دبي اللي خبرتكم عنه من مدة موضوع ما يخص دبي، يخص دولة الإمارات، يخص شيء حدث كبير بيستوي طفرة نوعية تهم كل إنسان له في البيع والمجتمع. الله يحفظكم في الاقتصاد وفي سرعة الإنجاز، وله في 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 يعني إن يوم بيبقى شيء بسرعة يوصل وايد هالعلوم. لكن أتريى بس أظن يومين ثلاث اليوم الحمد لله تيسرت الأمور، وشيء وايد زين، شيء وايد زين للكل يستعمله، الكبير والصغير، هو تطبيق بينفع العرب كلها، بينفع كل هالعرب. شو أقول لكم تهيدون هذا؟ هذي عاطيني ياهن لصحون، عاطيني ياهن من اليابان هدية من هذا نسيت والله شو اسمهم هايلاك، ما عند هل بالسياحة، هل بالسياحة عطوني اثنين على اساس اني اعطي واحد ابراهيم توفيج، كان اسير واتلي واتعلي، ما قالوا لي حق ابراهيم عطوني اياها بثنين التندي هلا، المفروض اني اعطي ابراهيم يعني واحد، لكن تليوت عليه وختلت عليه ختله ولا جبت له طاري، وين به ودي يعني عندي المكان يعني حط واحد غادي ما بغاوي منظره. يلا نعم سخلاف جود مورنينغ، شو تسوين؟ بعد اذروايز تسوي الدمج نوبادي ايت ات نوبادي ويل يوز ات give it told give the people ميحاد حفير all of them thank you دواركا thank you بطاقة مرني زين. شو أخباركم؟ شو علوم صلاح يعمل الصبح على فكرة، من الصباح الله خير يا صلاح، بس كنت طالع بشاتي شو سووا كمان يا اي Good morning. السلام عليك يا سلام. ها عفيف خلهن نوع واحد، ما في نوع وايد، واحد ممزور فوق واحد لا، هذا لازم ها هنمونه كلهن هذا يا حلو يا ها ما شيء فوق شيء يعني هنمونه هذا مناصف الحين عبارة أبوي ترى مبل البيع هذا لبغايا وين أبى بطرش حق رباعتي جماعتي وإخوتي صدقاني هذا مش للبيع حسبتي اوفر اللي يتصل يعطيك مسجات للبيع لا ما بالبيع هاي الحق جماعتنا روحنا اصدقائي هلية جماعتنا اللي رابي وياهم اللي استويت وياهم ايراني بس زروهم بعد هنا شكرا يا حفيظ ثانك يو شو الغدا اليوم؟ زين هو صافي ابوي مقلى يشيخ بالمقلى لكن انا صحيا يعني انا يسوي لي وين هاي الثاوه مالت الصافي اللي تجلي فيها الصافي اللي تشوي فيها الصافي. جود مورنينغ هدى
شو سويت اليوم؟ شو أقولهم هذا اللي عند الحريص ها؟ شوف مكبرهن كبار بلاية أبداً، خمس دقائق ما يأخذ كل الخبز. كم هدى يأخذ وقت المجموعة؟ يمكن إذا كانت كمية كبيرة تستخدم 42 حب اليوم. 40 حب اليوم؟ 10 دقائق. ها ها أبوي يشوي اللي صافي فيه، يسدحونها أبوي هنيها ويسكرون في هذا ويشوون هنا أبوي 5 دقائق 10 دقائق. أراوين خذ هذا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. طيب شوف عليكم مسوين هذا ترى طحين البر اللي جايلنا من عمان، اللي جايبنا طشن عاير برا، هي البر العماني اللي من عمان. هذا بعد ما يبيعونه منه، هذا بس هم يزرعونه ويحصدونه ويطحنونه، لهم بعد بغايا مثل ما هم هاي لهم بغايا، انا لي بغايا وهم هذيل اللي طالشين البغايا لي هنا، وانا بعد مثل ما بقولي زين بعد بابالهم الزين بعد بيلحقهم. ها شو التحرون. ابوي هاك البارحي شرد ما شرد، ترى ابوي جاي عنده قال ابوي انا الحين تسوي لي اقامه. قلت ابوي احنا الحين ما بر نسوي لك اقامه، تونا ضامينك نسوي لك اقامه توك جاي. قال لا انا اريد ابوي تسوي لي اقامه. قلت ابوي نحن ما شفنا من نارك شرار ولا عرفنا عدلك من مايلك، كيف يعني تبانا نسوي لك اقامه نحن؟ قال ابوي لا انا اريد اقامه. قلت ابوي اقامه ما بر ما بر نسوي لك اقامه، سامحني سامحني ما بر ابوي نسوي لك اقامه. وصار اعطيناه لوله وصار تبقى اقامه يبالك كم من يوم اصبر علينا نشوف زينك من شينك وخلاص نسوي لك اقامه. قال لا الحين. قلت الحين لا، وهذا الحين ها حفيه رشيد هذا جديد نفر. سلام عليك بلوش، كيف حالك؟ عيدك مبارك. كل شغل تعرف؟ كل شغل تعرف 100%؟ توكل على الله. تدوخ سيجاره؟ لا. احلف. سيجريت ما فيه؟ لا. نسوار؟ لا. خلاص هاي حفي رشيد هذا 100% نمبر 1. ما يبغي كلام، ما يحتاج تست، تست ما يباله تست. ها شو رايك مهر؟ ها خلاص 100% ان شاء الله ناجح. صلي داخل مسجد ولا داخل بيت؟ ولا داخل مسجد داخل بيت. بارك الله فيك. يلا يلا يا رك الله يا رك الله. شوف ما شاء الله شخاخ هنا. ايوه إيه عليك بهاب الريح، عليك بهاب هذا عطريز واحد والله بف صدره ينفع بمحمل. ايه شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا حفيظ رشيد ايش اسمك انت؟ يلا ابوي سوق سوق هناك ودوه. يلا الحمد لله الله الله يجعلنا هذا الرجال الزي. اقول لكم حد من العرب اليوم جالس في مكاني، جالس مكاني ولا بطايع يخوز وياكل من الفطيره. شو شو فيها؟ ها شو داخله؟ بيض وبسترمه، فطيره بيض وبسترمه. توهم سويت لها غداء ريحتها تعرف خمرتها. شوف انتم شوفوا شوفوا الدله شوفوا الدله شوفوا الدله شوفوا الفنايين. يا حافظ يا حفيظ. بنا بتي صلاح بنا بتي. اقولكم هذا بعد جايينا البارحه من مشروع مشروع المواطنات. هذا كلكم بنرويكم شو هذا الحين بس قبل دوار كيف لنا. عباره عن ويوه ويوه زل ويوه زل يعني ابتكار، وكل مجتهد النصيب ما ابتكرت انه هاي حرمه. تلبيسات سجاد تركي، تلبيسات يتلبسن لويوه ويه الزولية، وعندها مقاسات وزولي مثلا هذه تحت تتشطن وتتلبسها. شراتها ويه، شفت ويه المطرح؟ شرات ويه المطرح، لكن هذا بدل المطرح حق مطرح يكون حق زل، وعندها جميع المقاسات تقوله. ما أعرف كل إنسان حسب ذوقه وحسب اللون اللي يبا. أمطر شبوي هاي حرمة من المجتهدات اللي يبن دعم. خلاص صلاح حبيبي شكرا صلاح ثانك يو. أمطر شعد عدة مقاسات سنبل، هذا واحد وهذاك واحد اللي تونا فتحنا عنه فتحنا عنه، وهذا واحد واحد وهذا بيكاركت الحرمة.
ريوقنا الله يحفظكم. اليوم الخبز هاك رويناكم يا اللي تبغى مصور. اليوم خمير. خمير هذا هذا ترى هاي فعايل صلاح قارب نص وخلى نص. ايوه اليوم باجله. باجله اليوم باجله 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 باجله. ها ايش عندك وياه؟ السلام عليك. السلام. زين هاكو الدرب. قبل 200 باجل. هي غراس هي هي 200 ها ما سدن. انت قبل كم جايب؟ امس جيب هذا 112 ربع. امس. رد جيب 200. اوكي. شكرا. انا اليوم ان شاء الله يزيد. يعني؟ لا احد وكاله اليوم يزيد ان شاء الله. صلاح وين؟ وين سرت؟ وين جيت؟ اجي معانا توك جاي. خلاص شوي زين. شفت خلاص؟ ايه خير؟ شكرا شكرا. انا الله يحفظكم اولت البارحه واليوم حطيت الاعلان هذا مال للتاجرات او للتجار شباب او ذكور او اناث حريم ولا عيايز ولا شواب اللي حد من هالبلاد او ما من هالبلاد اللي عايش في هال في في هالارض الطيبه ويبى دعم كنشر منتج. قلنا ان شاء الله لكن انه يقولوا لي نحن ابوي تاجر صغير ويجيب بيبان تاجر صغير ويجيب ابوي عفش واغراض من امريكا وما ادري شو ونباك تعرضه. لا انا ابوي هذا هاي الشغله ما اسويها. انا قلت ابوي اللي يسوي كيك اللي عنده ريح اللي عنده ورق عنب اكل عطر شراشف حرفه يدويه صحينات قليصات دلال سراريد مشاء هذا نعم نجلس القط خمام السوق ويلس أعرضه حشي علي سكنت أنا أبوي. أولا لا عندي وقت ولا لي بارض واللي بيي أني شيء زين شين عدل مايل أنا أبوي بحط كرته عليه وبصوره والشيء الشين اللي ما يتشاهد اللي يزعج ناظر العرب لحد يطلش لأن أبوي ما بصوره. أنا صورت شيء الجميل المرتب الشيء اليمل اللي يظهر في قدام الوادم. إذا أن شيء شكل مش جميل كيف أظهر قدام العرب ولا منو أصلا بياخذه؟ هاي تجارتنا أبوي باير لادمي اللي بيطر الشيء طر الشيء مرتب فنان حق يظهر زين في التصوير وإن حد من العرب يعزر علي كل منه هانا حلي بنطرش وقول إنه زين. لا يا أبوي أنا لا بأكل منه ولا بطعم منه ولا يخصني. اللي بوقت ويبت أكل وبغيت أتهبش بتهبش ما بغيت. أنا مش مكلوف ولا بلازم علي ولا حد ولا أن فرض أني لا أحد منهن. والله نحن أبوي أنا بطرشك كريمات زين لأن ما شبش كل طرشي بنصورهن بغيت تشلونهن شلوهن بغيت تودونهن ودروهن بن 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 بنتصرف فيه بنعطيهن حد محتاج. لا الكريمات هاي ما تبيض البيطان تبيض البيطان جربهن زين ما يعني بيطاني مبسود. ليش يعني انا يرب مال بيطان سود؟ انا بيطان اللي بيض البيطان السود انا شي خصني. انا بيطاني الحمد لله بيض ونحر الوالدين ابوي لا في شرق ولا غرب ما في ابوي لا في دغش لا عرج لا مني لا من بيطاني بيض. لازم تستعمل الكريم مال يبيض البيطان ابوي بيطاني انا مبسود ولا بحط ابوي مالك تبين ابوي بطرش لك طرت شو بنصوره وكرته واللي بياخذ ياخذ. إنما أطري ما بطري أنا ولا بني معرف ولا يخصني أبدا. يا أنا ما اللي بيجي بصوره كان أكل جماد اللي بيطرش شيء أبوي يطرش أطرش أنا الموقع والعنوان الموقع والعنوان ورقم المنزل واللي بيجي ترى إني جليل ولا كثير عرضناه وإني آكل وطعم منه وعطنا رايك لا اعطي رايي ولا شيات. انا اسوي هذا ابوي نشر في حب الله في حب اعطي رايي يوم بسير شركه مسمايه بسير مطعم من المطاعم الكبار بسير ابوي مكان لوجو بسير عندهم لوجو عندهم اسم عندهم ماركه عندهم فندق هذا بسير
بيني اكل والله طعمه منه وقول زين وكان ما بزين ما اطريه كانت بترضين انه زين ولما بزين بطريه بقوله ها 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 يا البيزات يا البي اشوف 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 يا ربي حاس ويها خيب صراحة كلهم اشوف بطالع شو بطالع شوف شو دحدة ودحدة شوف العين شوي بطالع زي هاي ما هات ول مسعور تعظ زي بطالع كم عندك ما بتراويني تعال 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 هني عند صلاح تعال صلاح قول له عليك ابوي مخالفه يديها قبض اعطيت معاش ولا لا اعطيت المعاش ولا لا انت ايوه خبر انزين شو عليه مخالفه ولا لا دفعت مخالفه احسن احسن شكرا شكرا حبيبي انت كبير لا هذا الصغير هذا حقك انت الكبير هذا هذا العود حقي انا والصغير اللي كنت حفظكم اللي بيطر الشيء لا يشاور انا حاط الموقع هذا الواتساب من الدقه هذا ترفع الشاشه يصير الواتساب على طول ابوي يظهرك على الواتساب مالي انا الرابط وانا اللي ارد على العرب ما حد يرد عليهم لا زيد ولا عبيد واطرش ابوي الموقع ورقم البيت ما يبغي رقم تليفون والريال من يوصل كان ذكر ولا انت ابوي يحط سمان عند الناطور ويدخلون الداخل بنصوره كان كثير ولا جليل جماد اي شيء ما عندي اي مشكله لكن ما يخصني ان حد يتشرط علي اطعمه منه ولا كل منه ولا اشربه منه ولا عطنا رايك لا ابوي رايي حق عمري وانا انشر العناوين واللي يبي ياخذ المرزج الله سبحانه وتعالى صح صلاح ايه ها صلاح تمام تمام جود مورنينج صلاح جود مورنينج تو جود مورنينج صلاح بعد مره واحده ادو يلا مال بارد يا قابض المعاش اليوم صلاح قابض المعاش وداق الصدر اليوم ما بقى بجسم على البشاشير بتعطيهم بخشيش بدون حلاق بابا كلين حق الحلاق هالبيزات ايه هذا ابوي توي جاي النحينة يلا عاده لا 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 هناك بكيبه باك باك بس يلا هني ها بتت هي لا يا ما يا هي هي يلا الحين افتحيها قرطاس هذا بعد من شاري هاي التصنيع الحين نروح بنياتي خد منه يصبغ لنا وما ادري كيف اطقم خلي هذا خبن بنصور لهم هذا الحين هذا روح ايوه هذا نحطه فوق يا رقم تليفون بعد شوي زين هذا نظهر بعد شوي شو هاي بيروح خد منه هي ها شوف احجام حطيه اظهريهن كلهن انت اظهري هي هي حطت الدان خلي تشوفونهن هاي خدمتها نروحن صبغنها ويعدلنها ما ادري عاد بالحراري قالت لي نسيت والله شو هذا ابوي البنيات خدماتن هذا اظني رواعي اظني فنجل محارب كانها قالت لي والله ما ادري نسيت والله لكن المهم غاويات والله ومنظرهم فنان السويتات الاكل هذا مثلا ما ادري والله يعني طقم كامل يسد كل هذا هذا دوش هلا تعقينه بنطرش بحق حد شخاخ ايوه بعدهم صار دريولهم لو ما صار كان طرش اقولكم رمسني رواعي المشروع هذا هذا ابوي الطلبيات يطلبونهم من برا من الخارج يطلبون الموديل والشكل واللون والترتيب وهنا هني يسوي الباكينج ويصرف انه يطلب لنا كميات كبيره واحجام وانواع واللي يبى ابوي على رقم الانستغرام هذا يتواصل وياهم يطلب عاد كان يبى واحد ولا اثنين درزن ولا ألف على هواهم
حق اللي يبون. انا اشوفهم والله خطاف وغاويات وفنانات ويسد كل لونهن الملكي. اللي يتخبر عن صلاح يقول لي بلاتي مجود البيزات. صلاح ابوي من النوع اللي يحب البيزات، يعشق البيزات ولا يداني ابوي حد يصك بيزاته. بيزاته ما عيب روحه اللي حاسب روحه اللي يظهر البيزات من البوك اول ما يفيض المعاش. قبض ابوي يابت المعاش ام محمد وعطته المبلغ كامل، روحه يعطي بشاتيره ويعطي عماله روحه بيديه ويحط الباقي في بوكه، والشيء من يحفظه اللي هي في البنك. صلاح من اللي يحب المال حب جمع، صلاح من الذين يحبون المال حب جمع. ما ويصدق يصير عندها بالهلال الأحمر يعطيهم أبوي 10 كل يوم، يقول هذا مال عوشة كلهن يخرجهن يودي أبوي بيزات عند أخته تشتغل في المصرف أختي فاطمة، ويتصرف له كل شهر 500 يصرف لأبوي تصرف لأخته فاطمة أمهات 10. وكل يوم يصير الصندوق همال اللي في المزيد مول ومال هل بالهلال الأحمر يعطيهم 10 ربيات، ساعات 10 ساعات 20 ساعات 10 ساعات 20 لين يصيرهم ويوجهون كل يوم كل يوم. والله يا أبوكم بلي، واليوم اللي ما 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 يصير المول ما يصير الكوفي يصير بس مخصوص حق بهل بالهلال الأحمر، يعطيهم 20 ولا 10 ويا بالورقة ما زرت السيارة لين عينها. هذا الدرج مال السيارة إن شاء الله أني بصور لكم إياه كم أكثرهن هالبطايق الصدقة. هي والله كل يقول عن عوشة، عوشة أحمد، عوشة أحمد، سبحان الله. شوفوا الرحمة وين جاية. الله عليك يا مهر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. أيوة زين مهر، شو الحين أخبار؟ ها نمبر وين هذا؟ إيه اسمه محمد، رقم واحد ما شاء الله عليه. ها متى انت تريد تسافر؟ كيف مالك؟ انا ما عندي مشكله، انا في ما في بلاد ما في شيء، ما انا اعطيك هذا معاش، انا اعطيك معاش واعطيك فوق المعاش. انت انسان زين طيب، كيف ما يسوي المساعد؟ انت سويت لي مساعده الحين سنه كامله، الحين واحد سنه خلاص عندي؟ لا ها سبع شهر ما في مشكله، بنعطيك معاش زياده وبنعطيك تيكت وروحك فاميلي مالك. بغيت ترجع حياك الله، ما بغيت ترجع على كيف لازم يجي لك. والله اني من عقب ما استعملت الستاند في التليفون واستعملت سماعة مال اثنين، الصوت يظهر رقم واحد والتصوير لا مرتي وشي. انا يوم اقبض التليفون بيدي يدي بكبرها ترتي، ويازم الوجه يتراقل بكبره ويغد الغزوز ها يا غير جلي يرتين. الحمد لله يا ابوك جزاه الله خير، وانصح ابوي اللي ما عنده ستاند ياخذ ستاند وقت التصوير، ياخذ ستاند وستاند ما من هالبياعي مال سامسونج اللي الاول انا اخذت مليون ستاند باغلى الاسعار وكلهم ما يسوون شف طعام، والستاند هذا الله يحفظكم مال سامسونج جايب لي اياه الخبير بارك الله فيه، حتى ما اعطيت البيزات قال هديه هو، لكن شيء يعني بالهديه لكن خاتل يعني مع هدية وحاطة سعر على الاستيكر ماله على القوطي ماله، يعني معناته إنه يبي بيزاته عبارة عن هدية كذا. بعد لكم عليه ساعات الخبير. أسميني سويت حق عمري بلا، سويت حق عمري بلا الله يعجبني إن شاء الله، لكن سوي عبارة بلا هذا اللي أنا سويت مال الإعلان. الحين المشكلة يبن ياخذن ويعطن في الرمسة على الواتساب ويبن يتكلمن ويبن يتكلمون كانهم ريايل ولا حريم. ما يصير ترى حين انا كلامي الله لك الحمد كان واضح، اللي بيطرد شيء بنعرضه، يعني لا حد منهم لا، انا بطرش حسابي وعرضوه، سووا لي دعايه بالحساب بطرش الاكاونت نمبر مالي وعرضوه. لا انا ابوي ما اعرض اكاونتات ولا اعرض حسابات ولا اروج الحسابات، انا اللي بيطرش شيء خدمه منزليه خدمه بيت في اجتهاد شخصي من ذكر او انثى انا اعرضه، مال مطاعم ما اعرض، مال تجاره ما اعرض، اعرض ابوي مال تاجرات صغيرات، هاي اللي يشتغلن في البيت اشياء حرفيه مداخن ريح قرطاس رسمه كنيدي نوع من انواع تخوير غريب، مش يعني شيء مال تجاره ومكاين ومسوين ورشه صناعه، هاي ابوي ما سوي.
لو اي شيء ما بعرض، انا اعرض ابوي اي شيء فيه اجتهاد مجهود، اجتهاد من ريل ولا من حرمة ولا من، ما عندي مشكلة. شو الغلط؟ ما في شيء غلط، يا غير اني انا بجلس اعرض كل دقيقة حين رمسي بن رمسي وانا مالي مقاقة ولا لي بارض. انا ابوي تشوفوني 24 ساعة ارمس وياكم، انا ابوي تربع البنادم عنده له ولي بيت وعلم وخبر وعيال اشغال، انا ما بوبل ابربر وياهن على الواتساب يبن يرمسن ولا يعيزن من رمسه. احنا ابوكن تبهن لبيوتكن لاشغالكن علمكن خبركن، تبهن ترمسن وياي. انا ما ارمس ويا اوادم، ارمس ويا جن. وحدة من الحرمات الله يحفظكم بناتنا ما شاء الله عليها، حرمة راعية بيت وعيال، تقول لي يا ابو محمد ريلي هي داي فاتن، لو بيدخل البيت شاف البيت جنة جن وكل زعيج وكل غربال وكل يوم وقعتن وحدة كل يوم 24 ساعة وقعه ويا صدع وديانة، ولا بعرف ايش اللي اسوي، ولا بعرف ايش اللي خلصني من شره من كثر ما يفاتن، ولو بالرمسه في اي وقت ولا بعارفين لو يعني هي دامت شلوط غادي ما يتحاكى باروت من حد يقول له كلمه بعد منه. يا ربي المراد انها في عجلتن وحده كل يوم السيف لي والترس لك، رمست وياها مني منك جسينا النبض، طلع ابوي الخلل. قلت لها تسمعين نصيحة أبو ولا أخو عود، هي بعد ما بصغير من سنعيني بعد يعيبها حد صغر في سنها. قلت أبوي السح يبقى خصافة، والخبز يبقى طرافة، والريل يبقى لطافة. يوم أنت أول ما يجبل عزمتي تتحرش يبه وتجلسين له هذا عدنا وهذا ما عدنا وهذا نايد وما نايد وهذا نبال المصروف الفلاني ما علي، صبري خليه يقر. يوم تبينه تبين شيء منه اعطيه الكلمة الطيبة، جدمي الكلمة الفنانة، جدمي الكلمة اللي فيها تكسبين قلبه تكسبين تلينين بيلين من يجي فاتورة ما أدري شو ونظر الثياب الخيايط ما أدري مال السلندرات مال التلفونات عن أبوه عظم راس ماله أبوه إلا معيش من يجي آزمتي ذهبه تبين تأكلين ما وراه ودونه ينيتي. قلت له ما يستوي زاد ينابح صبح ومساء. ولا الريل أبوي حمامة مسيد عيال فقير وما حد شراته، لكن هي من يجبل هيلة بيس تم تتشكى مكثر لتشكيات اللي ما توجف ولا تعيز متشكيات. ما شي ترى خس على الادمي اللي دوما يتشكى 24 ساعة كان ذكر ولا انثى اخو ولا صاحب ولا صديق، الادمي يكون قنوع ويرضى ويسوي كنترول في البيت، ما بكل على الريل كل على الريل زاد شايط فقير 24 ساعة من يجبل إلا العيال ما أدري شو إلا هذا محموم إلا هذا غاية حين ما أدري شو بلا يبون قسط المدارس. إحنا أبوه عظم الله تبد عليه فقير، لو أنا منه ما نبحتك بحط عليه المطرق والله أذكر يلا يعني راجعي دهونك ما يطال عماركم تحيدون من مدة جيت للمطابخ هذه اللي تحدونها انزين ويا الرجال البيت عندي هو الموظف وخذ المقاسات وخلصنا واتفقنا الحين جايين نسوي تصميم، جاي اسوي التصميم عنده هاي الشركه اللي انا بسافر معاهم ان شاء الله يوم السبت الجاي الى ديزوردورف المانيا، بسافر ألمانيا. تعال نسيت أخبركم إبراهيم توفيج بيصير وياي، إبراهيم توفيج الظاهري إن شاء الله إذا الله جعل من الحيين، إبراهيم توفيج الظاهري اللي كان وياي في 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 طوكيو تحيدونه، ربعتهم طيبة وخفيف وراعي سوالف وخفيف طيني يعني يشرفني إنه يصير وياي وبيصير حينة وبيصير حتى في النيوير والكريسماس بيصير وياي لندن إن شاء الله.
انزين جيت الله يحفظكم محل مال اكسينا والريال هذا كوهان يدري بني انا جاي بيني وبينه موعد هاك اليوم دخلت عليه على غفله وحين هو مجهز لي انت شو اللي مجهز لي سلام عليكم شو مجهز لي انت اللي نحن اخترنا انت جيت اخذت المقاسات واخذت كل شيء كل شيء خالص انزين الحين نختار التصميم هلا اخترنا التصميم انزين نختار شو الحين بدنا نشوف اذا حابب تعدل في شيء ومننقل الالوان الالوان اللي انا اخترت الاوف وايت تمام نحن حاطينه انزين اوف وايت وحاطين معه خشبي هلا بنشوفه انزين وبنرجع اذا حابب تعدل شيء تغير توكل على الله يا شوف في دمك جاك زبون شو قال لك والله تقول بيني وبينك بس ما عليك تخيلوا الزباين اللي يجوا واحد من الزباين يعينهم قال لهم المطبخ اللي اختاره خالد بكم وشو نوعه وشو المشكلة إني كل اللي اخترته عارضنا قدام العالم كلها المهم الحين شو بتراويني هلا نشوف التصميم انزين في الكمبيوتر ولا في هذا احسن انزين التصميم راح يكون 3D الحين اللي انا من بعد ما جيت واخترت من بعد ما اخذت المقاس هذا الحين مقياس مطبخي انا صح انزين طبعا على هذا الطرف اللي ما مبين فيه كبت بس نحن خافينه ايه عشان زين هذا الحين مدخل البيت المطبخ هذا الباب زين وعلى اليمين على اليمين هون حيكون الكبت نعم انت حضرتك بدك اياه مفروش كان للحيط للسقف هي هي كامل كامل قلت لهم كل مكان طالب فرن وايكرو فرنين فوق بعض 90 سم هذا الفرنين اللي اخترتهم فوق بعض تمام اللي نفس تمام هذول الاثنين 90 سم هذا الحين هذا وهذا نفس الشيء؟ اي تمام بس على الصوره بيبين غير لانه هي بس صوره ايوه ليش بدك تحط لي على الصوره نفس الشيء؟ لا نفس هذا بيجي الكبت هيك يعني بتجي صور جاهزه ايوه لكن انت بتركب لي فرن هني بركب لك هون فرن وفوق وفوق فرن نفس هنا. هذا تمام انزين وهذا الضو اللي هني هم اربع وهذا اللي فوق الميكرويف وهذا الميكرويف اها جنبهم في بول اوت هلا بنشوفه على الحقيقه شو البول اوت تكلم عربي يا اخي هلا بنشوف هذا الكبت بنسحبه بيكون ايوه هي هي افتهم هلا بنشوفه انزين هلا بنشوفهم هون بعدين بنقوم بنشوفه على انزين والثلاجه هني وفوقها بعد شيء دروج وهني المكيف تمام هون حيكون محل مكيف حطينا فوقهم درجين كبت مفتوح هي نعم هون حطينا كبت زاويه بيكون جواته ادراج بتطلع اها وهون كبت عادي كمان داخله الادراج بتنسحب لبرا نعم وهذا حينه هون عندنا شتل الشتل بيفتح لفوق بيكون جواته بالداخل ثلاث سوكت كهرباء وكبت ودرج ورفين اها بعد هون وحده ادراج جنب نعم. وحده ادراج هذا في اليم بليدار هذا في جنب الجدار اها هون عندنا كبت عادي يعني بالواحد يشوف سامانه كامل الحين على ما تشوفون التخطيط اللي بقى هناك في البيت على ارض الواقع هذا حين ظهر المطبخ هذا عباره ظهر المطبخ شله شله برد يلا عجزتني هي ها ايوه انزين اي ها, ها 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 هذا المدخل المطبخ اللي مساته وانا ظهرنا انزين هلا المدام كانت عم بتعاني بمشكله انه ما عندها ولا وحده ادراج حطينا لها ثلاث وحدات نحن كل كباته ما شيء ميار هذا ميار نحن درج يعني درج يراني وهون عندنا المغسله نعم بيكون تحتها كبت خاص بالمغسله انزين كمان ادراج وهاي اللي فوق شو هني بيكون هدول كبتات بتفتح لفوق هلا بنشوفهم على الحقيقه كيف بيكونوا انزين وهذا المطبخ تمام ترى في دريشه هنا دريشه هاي فوقها كان ماشي مش مستغلين احنا الموقع هذا الحين سوى كل كبتات صار جاي مع الكبت العلوي الفوق هي نعم قلنا دريشه بدنا نسكر منها شوي هي نعم نحط هون نعلي الكبت هي هي حطينا كبت بعمق قليل مشان يجي شوف كان المقترح من عنده قال انتم حنين حاطين دريشه وايد عود حق المطبخ صغروا الدريشه بتستفيدوا من المكان هذا بدل ما الكبت هالكبير وقزم مع الارض الاغزام وابدا ونش متر كامل متر ها 90 سم هي يعني تقريبا متر خالصين هيك هلا بنشوف انا على حقيقه الكذا شوفي جواته انزين يلا من كبر عاده اللي تحت اللي تونا رمسنا عنه شوف الحين هو انا يومياني على ارض الواقع شيء مقترح الدريشه الله يحفظكم هذه شيء مسافه تقريبا كم المسافه تقريبا بقيان شيء 50 او 30 سم 30 سم فقال بدل ما يروح على الفاضي شو رايك نكبره فالي يعني عند ها فبدا ينزل الكبت هذا ينزل لين تحت لين هني
تمام ناخذ الكبت الحجم ايه. اكبر فالطرف هذا يازم قاصر وهذا اكبر فاكيد بيكون اخير. شكرا على ابداء رايك الجميل. شكرا. وايد ضروري ان الانسان يوم بيختار شيء يشوف التصميم ويتشاور شو الاخير شو المساحات تروح على الفاضي فتختار الشيء اللي انت تستفيد منه. فالحمد لله بيتي هذه عند الريال. نسيت اسمك انا شو اسمك انت؟ مهندس محمد. اقترح لي اكيد انه بيكون اكثر المبلغ اللي بيندفع لكن مدامك انت مخسر ما عليه زيد بهانس يعني مثلا شفت هاي الدريش مثلا اللي فوق هاي الطبجة سويناها كبت بدأ ما تمشي يامده لا هي نحن مستفيدين منها بس إلا ديكور. فالاختيار الحمد لله لي تكون موفقة إذا أنك أنت الله يسخر لك حد مثل هالريال الفنان اللي هو محمد. شكرا أستاذ محمد أو مهندس محمد. شو باقي الحين؟ بدنا ننقي بس الحجر اللي بدنا اياه لانه هذا محطوط بالصورة بيكون. أه. بس بدنا ننقي هلا انا وياك ونشارك الحجر؟ تمام اللي نحط فوق ال نحط فوق جرانيت او مارمل او كوارتز. انزين اوكي وبعد؟ بس نكون خالصين بنبلش. ولون ال لون الحجر لون الحجر والخشب؟ الخشب اخترنا خلص اللي هو الاوف وايت. تمام توكل على الله. الالوان اللي اخترناها هذا اخترنا الحين هذا مع الهب. اوكي هذا حق وين وهذا حق وين؟ هذا حق الكبت السفلي. نعم. وهذا إذا انتبهت فوق كان فيه مثل عاملين إطار. إيه نعم. إيه إيه إيه. إيه. هو معمول من هذا. بس هذا اللي أنا أريده أصلاً. هذا يكون من فوق مثل. مثل إطار. إيه مثل هذا خاف من فوق. تمام. إيه. وهذا اللي من تحت. هذا من تحت. إنزين. والرخام. الرخام اللي من توكل. حافظ على المبروك حافظ على المبروك. تبارك الرحمن بسم الله. صار لك كم انتم مستاجرين المحل هذا؟ في ابو ظبي هنا تقريبا حسب لنا سنه في ابو ظبي سنه؟ تقريبا. للموقع هذا وايد حلو وين لقيتوه؟ هلا نحن كمان عندنا كان في شركه مطابخ بس كانت تصنيع محل. ايوه مره مشاهد البلديه هي هو يظهر انواع الرخام اللي عندهم اللي اكثر بيوز لي هنا فبت نقى واحد منهم الأرضيات اللي نحطها فوق الكبت. تفضل. هلا هاي أنواع الحجر اللي عندنا نقي حضرتك واحد. هذا ماربل ولا هذا ماربل وعندك هون كوارتز. كوارتز شو يعني؟ كوارتز هو مادة مصنعة هي أصلا حجر لازلتي بيتصنع بطريقة مشان تطلع معنا لا تتجرب مي لا تتجرب وفرق بين الأسعار بينهم؟ هلا تقريبا هذول كلهم نفس الرينج هذين تمام وهذا؟ لا هل أربعة كيلو يعني المارمل والكوارس تقريبا بيشبهوا بعض. أها. المارمل أغلى شوي بس بنفس الرينج. أها. يعني الحين وهذا هاي لون الخشب مال هذا الإطار اللي هو البرواز وهذا النوع الخشب اللي تحت اللي في الكبت. يعني مثل تمام. مثل هذا يعني. تماما. أيوة. وأنا أختار الحين واحد من تمام. من هالمجموعة هذه. ممكن. ساعدني انت في الاختيار انت شو تشوف الحين انا برايي 1 2 3 هذول اقرب شيء لانه فيهم اللون الايفوري او الابيض يعني إيه. وفيهم اللون القريب على الخشبي يعني خلينا نروح على هذا اوكي نروح على هذا هلا جينا نشوف الاكسسوارات يلا توكل على يلا يلا يدتش يا ابوكم يدتش تحرمت انه حصى الله اكبر عليك تفضل هلا حطينا من هذا الزاويه كبت زاوية. هذا بيتحمل 25 كيلو كيلو. هذا. تمام. وزن 25 كيلو. تمام. وشو قابضنا حق 25 كيلو هو؟ بس مقابض المعدة. هذه. 25 كيلو وشل؟ تمام. الكبت الكبير المحطوط عندك بيتحمل 120 كيلو. لا بنشوفه. والله. الكبت العود يتحمل 120 كيلو. يعني أقدر أنا أوقف عليه؟ لا بنجرب نوقف. أحلف. والله. يلا. هذا. حطينا من هذا بالكبت السفلي كمان عندك. نعم. حطينا منه وحطينا من هذا يا سلام ايوه هذا رقم واحد هذا هو اي نعم وفينا نعدل الارتفاعات يعني لا الارتفاع لا فينا نعدل التقطيعات التقطيعات لكن الارتفاعات ما نقدر فينا نجيب الارتفاع الاكبر او الاكبر شيء او بارتفاع اعلى
يعني على حسب المقاس. زين اخذت المقاس، انت تعرف مقاسنا نحن. ليش هذا هذا كبت الزاويه انت تقصده؟ اوكي انت قلت انه بدل ما تتعذب وتشيل شيء من الداخل، ها فانت بتعمل له هيك بيطلع لعنده. شوف يعني انت تسناول الشغل، يعني هالكبتات بس للزوايا. بس للزوايا. اشكر فن اللي اخترع هالموضوع، يعني ان شاء الله بتكسب الزاويه. اي والله صدقك قرب لكم الله ما بصركم، استغفر الله ما شاء الله عليكم ما شاء الله. كبتها اللي قلت طبعا اي كبت كبير فيك تفتحها وانت تجرب كل معرض اي كبت. ها هذا حين يشل 105 كم؟ 120 كيلو. انزين انا وزني 85. تفضل. ما بينكسر؟ تفضل خلينا نحكي من فوق. علي ها ترى اذا انكسر هو المسؤول. ها هذا الدب. معقول؟ اوكي. خير بقيت اتكود. انا 85. ما شاء الله تبارك الله، قوة عفاريت ابوي هذا يا روحي ابوكم انجاز عظيم، ان هال هالبيب صغيروني يشل 120 كيلو. يا ربي مقواكم يا ابوي. هذا يوم اقول لك الهيفي ديوتي، هيفي ديوتي يعني الخدمه الولايتيه شيء لولا. شو احب ترويني بعد؟ في بس كرتين ظلينا حاطين منهم عندك بالمطبخ زين. يلا ايش عليه؟ أقولكم تحرون مكنوز أرى يدتش هو يمشي والله لو تحت التراب كان ظهرنا. تفضل حطينا مثل هذا الكبت. أيوة أيوة 101 تمام بالداخل كبتين. شوف أنت وهالمقاسات نقدر أن طبعاً. أيوة محطوطين عنا بالمطبخ شوي أصغر لأنه المطبخ كان عنا ما بيساعد برشي. نعم محطوط الأصغر منه في هذا. والتقسيماتها على كيفنا نقدر نقسمهن على هذول ستاندرد تقسيمات. تقسيمات نغير فيهم من هذول. ايوه تقسيمات نقدر نغيرها هي. مثلا مثلا هاي التقسيمات المغيرها فينا نعمل كيف ما حبينا نشيل ونحط تكون بهذا الشكل ونحط فيها المعالج. ايوه زين زين ما تسوون الا زين بارك الله فيك وسامحنا مزحنا شوي ثقلنا عليك. يا سلام يا سلام شي احنا عندي انا اشكر فنك. اول طبقه محطوطه من هي الطبقه الثانيه محطوطه بالشكل العادي. ايوه سكر سكر بالله عليك. اوه يا سلام سلم رقم واحد. شكرا جزيلا شكرا جزيلا بارك الله فيك. والكهرباء شو الحل؟ هلا الكهرباء هون بهمنا انه يكون الكيبل المارق كات 6 مو كات 4 او يكون محمل على اكثر من خط، ما يكون حامل خط واحد لانه في استعمال كهرباء. هذا انت بتعطيني في ال بعطيك مخطط كهرباء كامل. زين بارك الله ونكون بهالطريقه خلصنا نوقع الـ 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 العقد وتبتدون انتم توردون ساماني. تماما بياخذ تقريبا 3 اشهر لبين ما لين يوصل. انا قبل ما يوصل سامانكم باسبوعين اكنسل للمطبخ اللي عندي وانتم تجون تشتغلون على ارض نظيفه. على الارض النظيفه انتم بس تحددوا لي الكهرباء اللي انتم تبغونها. تمام هذا كله يكون موجود في العقد. بيعطيك انا المخطط في كل شيء. بارك الله فيك شكرا شكرا. البوست اللي توني نزلت لكم اياه هذا العرض مال طيران الاتحاد. عرض طيران الاتحاد ثلاث ليالي، ثلاث ليالي اجازه تاخذ هاي الانسان تذكره ساير ياي على السياحيه على الطياره 380 بعد مدورين العوده هاللي امس طرنا بها جده جده. هاي الطياره تشلك ساير ياي ثلاث ليالي تبات فندق خمس نجوم كم 5000 درهم فرنسا بتتمشى وبتحوط لين هادمنا 5000 درهم للنفر. عرض مغري من أروع ما يكون. وهالعرض اللي حفظكم ساري من 18/10 لين 31/12 عرض مغري وجميل وزين ورخص التراب. رخص التراب يعني وين يحصل لك تصير فرنسا ثلاث ليالي على 380 الطيارة العودة على طيران الاتحاد فندق خمس نجوم وعرض عندك في منتهى الروعة
من 18/10 لين 31/12 تتنقل وقت اللي تباه، عندك متسع من الوقت. قاصر زايد على الرقم اللي حطيته في البوست، تتنقل وقت اللي يناسبك لكن من 18/10 لين 31/12 تحضر ابوي للنيو يير، وبتحضر ابوي لكريسمس في فرنسا. فرنسا ما بشارك، فرنسا انا بتبى اصير شارك. انت يا ابوك لو بصير بندرلنقه ولو شارك ما بيسدك ابوي 8,000 10,000، ما بالك العاصمه الباريسيه. العاصمه الباريسيه ابوك يسدك الاسم، يسدك اللسب. ساير ابوي بلد العراقة وبلد المأكولات وبلد ابوي الشوبينج وبلد النظافة وبلد الرقي وبلد التمدن وبلد والبلاد الزينة اللي عليها رضوان من الله. شو بتغدي ابوك؟ تنقز على كراع، لانك ابوي ما بمخسر لا في السكن ولا في التذكرة. جاي بحصل لك ابوي بهانس والبيزات ابوي بدأ ما تدفع حق المكان هذا، تاخذ لك مشاري تتشرغ عمرك انت وام عيالك، ولا انت ويا اختك ولا ويا امك ولا ويا عمتك ولا ويا خالتك ولا ويا ربيعك ولا ويا يعني الشخص اللي تباه، حتى لو 10 انفار من 5,000 ما يعني. وهذا طالت اعماركم عرض يا ابوي من طيران الاتحاد كرامه. مكرمين منو؟ مكرمين متابعين خالد الخالدي داخل الدولة وخارجها، حتى لي ابوي ساكن اخر الدنيا ويبى الوقت هذا يسووا لابوي ترتيب من ابو ظبي يطير يصير ابوي فرنسا ويرد. كان جاي من البحرين، جاي ابوي من الكويت، من السعودية، من مصر، من اي دولة في العالم. الحجز هذا شامل اي شخصية اي جنسية كانت، مدام ابوي تطبق الشروط والاحكام، عنده ويزا يروم ابوي يصير، اللي عنده فيزا يروم يصير، ولا دول مجلس التعاون اظن يصيرون بلية ويزا كلهم. ما ادري انا ما اعرف عاد منو يصير بويزا منو بلية ويزا، لكن نحن من الامارات بدون ويز. احنا ترى مميزين يا ابو، شو نسوي عاد؟ الله رايد ان نكون مميزين، شو نسوي؟ من الله رزق. 18/10 من 18/10 لين 31/12 هذا عرض مغري، دقة رزق مسوي لكم ابوي بيع اللص مخلص. عرض ولا كذا استوى في الدنيا العودة، ولا أي شركة طيران سوت العرض هذا غير طيران الاتحاد. هذه كرامة أبوي، كرم كرم من طيران الاتحاد خاص أبوي للوادم اللي يتابعون خالد الخالدي. يلا على فكرة غداية غداية الله يحفظكم، هاي فاصوليا واليوم عادها شغل العرب هاي لك ملوخية، شوربة ملوخية، شوربة ملوخية، هاي شوربتي. وغداي الله يحفظكم صويفيتين مشوايات وسلطة، ها كله لأجل أبوي سيرة ديزلدورف، حسب البناطلين يسكرن وجاكيتات يسكرن، شو بتسوي بعد المتعلج ولا الطايح؟ تسير بشحومك وثروك وما فضل عنك. لا لازم الادمي بيسد عند الوادم يبقى لبس باتازم، حي كل من متن تاخذ لبس، هاي شغلة رد ابوي اضعف شوي ونخاف برايك كم بتتمتح. يلا صلاح بنياس بنياس شو بلاها وينوس شو مستوي حال تشوف على فول فول عليه مكيف شو بلا بوم بيت 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 في البيت وحد مات؟ كل واحد كم واحد؟ أبا 10 10 ماتوا؟ إيه لا حول قوة الله الحين الحين؟ إيه أنت شو دراك؟ عارف أسد أشوف أسد أنتوا أسد شفت المكان؟ إيه نايل الله يعني إيه الله يصبر هاليتم أي خاري صلاح؟ يا سلام يا سلام على البلو كلر يا رعدة بسم الله هذا الله يحفظكم هذا المالح هذا مالح الخيل لأمس لأمس صايدينها في الفجيرة ها طرشوا لي بدرامين لا
حجم العائلي كبار. ها مالح الخيل، خيل البحر هاللي وزنها تقريبا 316 كيلو. وهذا اللي يحفظكم ييدر وقباب وتنعد، ها كل من مالح الحوت جاينا الحين بعد شو. ها تعال افتح هذا، ها افتح واحد هذا مو مالح، مالح بعد شو هذا. عليكم السلام. اسمك انت محمد؟ محمد حبيبي. ها تعال قص هاي اللي تحت، هذا الركن الابيض هذا. هي قصه هذا قصه. ايوه نزيق. زين وهاي هي ركينات هاي. ويا خليني اصور عمري. قصيت هذا العود، ها قصه العود. هي هي ايوه هي هذا قصه. تعرف الدواء ها؟ راوة كيف يسوي الدواء؟ بابا هذا هذا هي قصة. لازم تخلص من هاي. ايوه ها ابوي احمد يا رعيسني احمد ويا هالمسجات. وهذا الثاني وان فور زيرو وان فايف سفن سفن. هي يلا الحين هذا ها شوف اي شيء من هني تحت قط. ايوه هي قطعهم ها كل قطع. شوف كم عقينا عنها خلاص ها كل ينعق. لازم هي لازم تشلشله الحين ان شاء الله. من الحين وساير ها بتصير فوق، من الحين وساير بتصير فوق. ما يحتاج انك انت تسوي لها وسايد، تسوي لها وسايد يوم فيها هنبه. وهذا اللي تحت اللي فوق راس مهب. ايوه واللي فوقه هذا الثاني. ايوه هذا وين ايدك مني ومنك راس هذاك. تسوي حبل لكن لازم تسوي خلقه مني كبره، تسوي يربط زين فهم. عرفت شو اقول لك؟ هني هي هني حبل هي مع هناك هي وربطه عشان ما يستوي بعدين ما كسر هي ما يتكسر هوا هي. ورقم واحد شوف ما شاء الله كم عقين عنها. وين ها هناك واحد الحمد لله. ايوه بس خلاص حينا ها مربع كلش اللي عنه هذا الحين. شوف ما شاء الله بتغدي وحده بتتربع ان شاء الله ان غدا لنا ظرف غريب وبتشوفون. ايه بعدين مربع كله. شو باجي وين منهن؟ هي هذا الركن اللي تحت، هذا اللي تحت قصه. ها هذا قادي كان كوز، كوز كرنكوز في البحر مركوز. ضروري يسوي دواء الحين ها ولا بكره الصبح. بارك الله فيك شكرا يا محمد. هي هي هذا ها قصه. ايوه هذا هذا اللي تحت هذا ضروري هذا. ايوه قصة. شباش 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 شباش
اي لا هاب رأي طيب هذا حي تخلي ابوي الهمبا يدع واحد شوفوا غادي بخير وسهاله تتقوى وتغادي الحمد لله رقم واحد ان شاء الله كلهن كلهن انضي جات عليها ثقيله هذاك اللي في النص هذا باقي واحد تكت. مرحبا بتوني يا مرحبا بتوني توني يا توني توني يا توني توني يا توني هذا مالح الله يحفظكم الخيل اللي توه مسوي لكن الحين هذا مثلا ما ينكل الحين ينكل بعد شهرين فالحين الله يحفظكم شو اللي يستوي غلط اللي عنده مالح يغطيه ما يغطيه يخلي عليه هذه خلاص الحين هو مستملح وزاهب من يكمل يوم ليومين ما يغطونه اصلا من يملح من شق السمك كان قباب ولا ولا ييذر ولا خيل اللي هو خلاص هذا الغطاء بس للترحيل من المسافرين من دار لينديره من يوصل عندك انت تغطيه بهذه ان غطيت بهذا اخترب يخيس المالح لازم يتنسخ يلا بيشل مني بيودي هنا ها افتح رابني هذا ها مالح شو حين هذا ايوه هاي يدر يلا افتح ها كل ينشل عن النايلون ايوه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام رقم واحد شكرا شكرا خلاص جاهز هذا زين شلوا الدستور داخل مكيف ها حبيبي حقي انا شو هذا خالد يا خبر انت بنغالي شو هذا اي دونت نو يلا ودي هناك ودي يلا صلاح صليت المغرب ما تشذبك ما تشذبك تو الحين نحب حتى مسوح ما تمسحنا سيري قدامه سيري زين شو تسوي؟ تسير انت يقول لك اول انت اي وجع بعد؟ صلاح حبيبي صباح الخير صباح النور صباح السرور صباح الجمال يا حبيب قلبي صح؟ حبها انت؟ سوي لها بوس بعد سلام عليك بنت احمد ها صلاح ابوي مطرش لك حبه اثر الاثير الله يعودك ان شاء الله سهل مقامنا عليكم ورحمه الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا هذه العنبره اللي تم تداولها اليوم عن طريق الواتساب والانستغرام الناس اللي تتكلم فيها اهل الفجيره صادوا العنبره اللي يصل وزنها الى 316 كيلو طبعا الحوت يسعى الى هذه الامور والحمد لله لك يا رب توفيق من رب العالمين وصلنا لصاحب السمكه واخذيناها منه اللهم لك الحمد الله يبارك له في رزقه ويبارك لنا في مالحها طبعا راح نسويها مالح عندنا مالح العنبره ومن هالصنف هذه نادره طبعا ما تحصل الا في مواسم مالح العنبره ومالح خيل البحر ومالح الكنعد واليودر والقباب واللي خاطر تابع مالح الحوت بس تكتب على الاكاونت مالح الحوت بالعربي يطلع لك الاكاونت واستمتع يا الغالي والله يحفظكم ووفقكم جميعا ويرزقكم من حيث لا تحتسب طحن طحن الاول يا صلد غدا غدا خبز غدا خلقه اي والله لان شو ياكل انت انت الاول اول ما يت ما بهالنمونه بالخدمات ما شاء الله الجيش اللي عنده يشتغل ها زين زين صح ايه يلا ما بزين قوي الحمد لله الاول يا ابوك اول ما يشوي فيك فيك مد وغزل غير الحين ابدا دلاغ وخرسان راح احاول ها قلب فرحان ان شاء الله دوم فرحان ما بني الدحين يلا اللولو اللولو هاي اصغر معجبه واصغر متابعه اللولو يا اللولو حليلها يلا الله يبلغ يبلغكم فيها ان شاء الله عروس اللولو يا اللولو
بيطر الشيء وما بمرتب وما بيمل تراني ما بعرضه، أعرض الشيء يوم مرتب وفنان وغاوي يليق بمنظر إن الناس تشوفه. والله مساء حرمة ما أدري شو مطر شو بقرطاس نايدو. والله يا أبوك يعني غير نمونة، يعني كيف الحين مسوي بزنس مسوي ما أدري شو تبين حد يشتري عنك، كيف بيشترون تمطر شنو قرطاس نايلون؟ كيف أصوره هنا؟ لازم طرش ابوي معدل مزين مرتب محطوط له قفص ولا صندوق ولا طحنت الزمان عن ابوه بقرطاس نايلون لو متشبب ثلثينه فضل. لا 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 ناس ما فيهم فقر ولا فيهم حايل، كان فيهم قل عرف الترتيب، اللي ما يعرف يرتب لا يطرش، لاني مستحيل اصور شيء انا وما بغاوي منظره ولا شكله ما بجميل. انزين السلام عليكم. اكيد وايد متاخر حول ساعه البارحة، والله اني مصلي العشاء في المسيد هالي هني اللي عدها للجن. و واليوم جلست ويا المسجات هي لبيس وكله ويا هالبد هاي اللي يبون تاجرات صغيرات. انت متاكد ان هذا واتساب خالد؟ يعني ترى انا حاطن وانا اللي ارد عليه وانا اللي متاكد. هاي يوم يقول لك حد يشيل الحصى ويرضبها راسه، هذا انا شي سويت.